نهار غطرش قليل لبس الميني غنلبسو، نهار غطرش قليل لبس النقاب غنلبسو، نهار غطرش قليل لبس المزيره غنلبسو، نهار غطرش قليل لبس المرخوف غنلبسو. يعني اي حاجه تنديرها كنديرها وانا عن اقتناع، ما كنديرهاش باش شي واحد يشكرني ولا. انا بغيت نلبس مزيره غنلبس مزيره، بغيت نلبس ندير انايا النقاب ما يبان حتى عينيا راه غنديرها. فهمتوا؟ كل واحد حر في الباسو، كيف ما انا ما كندخلت شي واحد في الباسو، حتى واحد اصلا ما محقو يدخل لي في الباسي. انا اسرع حره دابا اللي كيهضر داك مع شنو، ما نوليش نقول لك نص راجل حيت اصلا حتى نص راجل بزاف عليك، ما محققش اصلا تدخل لي في الباسي. نلبس اللي بغيت كيما بغيت، ندير مكياج كيما بغيت، ندير الشعر الا ما قدنيش الشعر، هاد الشعر هذا نزيد نلصق شي طياره فوق راسي، ماشي شغالك. اوكي انا كنت كندخلك في الباسك داك الزبرديله ديال الشماكليه، كنت كنقول لك ما تلبسهمش، وهذا النهار تفرقت عليك ما كتهمني، موت انت كاع احسن. فهمتي؟ ما كتهمنيش نهائيا لا انت ولا شنو غتلبس ولا شنو غتاكل ولا فين غتمشي. فهمتي؟ هذا ما كان، يعني ما كيهمكش الباسي وما كيهمكش حتى شي حاجه ديالي. هضره جوج، شوفي على حاله انت فيها، اي حاله انا فيها، انا الحمد لله مفتخره براسي. اهم حاجه انا اللي نكون مفتخره براسي، هذه هي اهم حاجه. فهمتي؟ اهم حاجه نكون انا مقتنعه. اوكي، وحتى شي واحد ما محقو يدخل لي في الباسي كيف ما بغى يكون. انا حيت عارفه الباسي كيفاش داير صافا، انا ماشي كتعرفوني دايره الفولار. الله يهدينا، يا ربي تهديني ويا ربي تهديكم حتى نتوما ما تبقوش تدخلوا في شبوق عباد الله. بعض المرات كاين الناس كتقول انتقادات بناءه، انا كنحترمهم هاد الناس صراحه. كاين الناس اللي كيجيو كيتسلطوا عليك، انا ما كيعجبنيش المتسلطين واللي كيبغيو يديروا فيها باغيين لك الخير ولكن هما راه كيعايروك في نفس الوقت. هادو هما اللي انا اللي ما كيعجبونيش، زعما راه كينصحوك ولكن هما راه في نفس الوقت كيعايروك. فاش نقول لكم شوفوا ريوسكم، نتوما لبسوا مزيان لبسوا مستور، هذا هو الاهم. ما تشوفوش عباد الله، عباد الله كتدخلوا تشوفوا روتيناتهم فيديوهاتهم، اللي عجبتكم خذوها، اللي ما عجبتكمش رموها موراكم. هذا ما كان، يعني اي حاجه شفتوها عجبتكم خذوها بعين الاعتبار، شي حاجه اخرى ما عجبتكمش رموها موراكم. هادشي اللي كاين، هذا اللي بغيت نقول. والنصيحه امام ملاء فضيحه، ماشي نصيحه، ما كتبقى لا نصيحه لا والو. فهمتي؟ يعني اللي بغى شي نصيحه راه عنده انستغرام ديالي، سورتو النصائح الكبار راهي في شي مواضيع كبار. اما تا اللباس ما عنديش كرامه المشكل، حيت انا قلت لكم من الاول والتالي راه كيبقى انا حره وما محقتش شي واحد. انا دابا كنعتبر راسي حره، لا راجلي طلق ولا عجوزه طلق صافي سالينا الهضره.